فن الهاند كاستنج من الفنون اليدوية الجديدة اللي بتهدف لتجسيد لحظات خاصة لعناق الأيدي زي لحظات الولادة ولحظة الفرح. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر من خلال التقرير التالي. الهاند كاستنج دي عبارة عن بصمة بتتاخد للإيد بالظبط، بتبين كل ملامحها، العروق بالتجاعيد بتاعة الجلد. يعني هي مجسم للحظة بتتاخد للذكرى بقى. مثلاً الأم وبنتها بيمسكوا إيد بعض، بيحطوا إيديهم في الليكويد، بيبقى لمدة دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين بالكتير، بيتاخد بصمة الإيد على الوضع ده، وأبدأ أنا بقى أشتغل بيها، أبدأ أصبها بمادة كده زي أسمنتية شوية، وأبدأ بقى أنا أكمل شغلي بقى. هو طبعاً بيرتبط بالذكريات الحلوة والمواقف الحلوة، أهمها فعلاً يوم الولادة ويوم الفرح ويوم الخطوبة، دي بتبقى جميلة جداً، ودي أكتر حاجة بتطلب بقى. الفن اليدوي بيبقى هو ممتع، ممتع جداً لأقصى درجة تتخيلها، بس بيبقى راجع لحتة أنا حابة الحاجة دي ولا لأ. يعني الموضوع راجع لحب أو هواية، أو يعني مش إن حد يجي ياخدها كوظيفة أو كشغلانة، أنا هشتغل فنان وارسم وانحت واعمل كذا، لا، هي ما بتبقاش كده، هي بتبقى غية أو يعني حاجة كده، بتبقى حب أكتر. بشجع أي حد بصراحة إن هو يشتغل فيها، بس تبقى بنية هواية، عشان لو حد داخلها بنية ربح، لا، مش هي ما بتبقاش كده. طموحاتي لا عليت قوي الفترة اللي فاتت دي، فإن شاء الله الفترة الجاية أحاول إن أنا أوصل الفرحة في كل البيوت وكل الأطفال وكل الكابلز وكل الأسرة كلها بجد، لأن يعني الناس بتبقى فرحانة بيها، فأنا ببقى مبسوطة لما الناس كلها تعملها، فإن شاء الله الناس كلها أعملها للناس كلها، بحيث يبقوا فعلا الكل مبسوط وفرحان ويوثقوا كل اللحظات الحلوة ما بينهم.